بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم على قناه صحبه كوشي. معاكم سلوى الفحام، بيشرفني جدا متابعتكم ليا على القناه. ولو اول مره تشوفي فيديو من فيديوهاتي وعجبك الفيديو وحابه انك تشتركي في القناه، وده طبعا شيء يسعدني جدا. تقدري تدوسي على كلمه سبسكرايب او اشتراك اللي موجوده باللون الاحمر تحت الفيديو. كمان هيظهر عندك علامه للجرس، اضغطي عليها عشان دايما يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انا بعمله على القناه. واتمنى من ربنا التوفيق دايما في كل اللي بقدمه لكم باذن الله. النهارده ان شاء الله هنشتغل مع بعض الشنطه ديت. شنطه بسيطه جدا وسهله جدا وحجمها صغير مش كبيره زي ما احنا شايفين كده، يعني ممكن تشيل موبايل، محفظه صغيره. تمام، ده شكلها من قدام، يعني شكلها من ورا عباره عن نص دايره. شايفين قد ايه بسيطه وسهله، اتمنى يا رب ان يكون شكلها عجبكم. نبدا كده ونشوف هنبقى محتاجين ايه عشان ننفذ الشنطه الجميله دي. انا هشتغل الشنطه دي بخيط مقرميه مصري، يعني سمكه نوعا ما يعتبر متوسط السمك زي ما احنا شايفين كده. وممكن طبعا تنفذي الشنطه بخيط كليم، ما فيش مشكله خالص، هتتبعي معايا نفس الخطوات اللي احنا هنشتغلها. تمام. طيب، كميه الخيط اللي انا هحتاجها حوالي يعني من 200 ل 250 جرام، مش اكتر من كده، لكن طبعا لو حبيتي تكبري حجم الشنطه شويه هتحتاجي كميه خيط اكتر من كده شويه. وهنحتاج عشان الايد بتاعت الشنطه، انا هستخدم السلسله ديت كايد للشنطه. طبعا متاح دلوقتي الاكسسوار بتاعت الشنط في جميع المحلات الحقيقه متوفره جدا، او لو حابه تركبي ايد جلد برضو مفيش مشكله، او لو حابه ايد من نفس القماش، سوري من نفس الخيط. واحنا اتعلمنا ازاي نقدر نعمل ايد من الخيط المقاميه، وهنزلك لينك الفيديو هنا في على الشاشه وكمان في الديسكريبشن بوكس. وهنحتاج حلقات زي كده، يعني حلقات زي كده عشان نركب فيها ايد الشنطه. تمام، وقفل طبعا، وزي ما قلت لك كل الحاجات دي بقت متاحه دلوقتي. طيب لو مش متاح برضو القفل والحلقات ديت هنعمل ايه؟ زي ما قلت لك هتعملي ايد الشنطه عباره عن من الخيط نفسه، وهتركبيها بالخيط والابره العاديين، مش هتحتاجي الحلقات ديت. وكمان ممكن تستغني عن القفل وتعملي ازوار، هيبقى شكله جميل جدا جدا. تمام. طيب نبدا كده ونشوف هننفذ الشنطه بتاعتنا ازاي. فكرة الشنطة الحقيقة بكل بساطة هي عبارة عن دايرة، ده كده بيبقى الظهر بتاع الشنطة، وبعدين نص دايرة بنعملها للأمام لقدام يعني، وبعدين بنشبكهم ببعض. هنشوف ازاي. فأول حاجة أنا هبدأ بظهر الشنطة، هنشوف هنعملها ازاي اللي هي الدايرة. فأول حاجة هعمل ايه؟ هعمل دايرة سحرية بالشكل ده كده. أنا هستخدم مع الخيط ده إبرة مقاس 6.5، فهنعمل دايرة بالشكل ده. انا ارتفعت سلسله وهرتفع كمان سلسله، يعني ارتفعت كده 2 سلسله. هبدا اعمل جوه الدايره ديت 12 عمود، فهلف الخيط على الابره كده، وبعدين اسحب الخيط والف الخيط واطلعه من اول لفتين، الف الخيط واطلعه من تاني لفتين. ده كده يعتبر اول عمود معايا. تمام، ال2 سلسله دول الارتفاع مش هعتبرهم عمود، هبدا باول عمود ده اعد 1. هنعمل 12 عمود، ادي كده 1، العمود رقم 2، العمود بنعمله ازاي تاني، بلف الخيط على الابره كده، وبعدين اسحب الخيط، يبقى عندي 3 لفات على الابره، الف الخيط واطلعه من اول لفتين، الف الخيط واطلعه من تاني لفتين بالشكل ده. كده العمود رقم 3، 3 4 5، ستة، هكملهم 12 عمود. تمام كده، هقفل بغرزة منزلقة في أول عمود إحنا كنا عاملينه، أول عمود أهو، أسحب الخيط كده من هنا وكمان من اللفة اللي على الإبرة. يبقى إحنا كده قفلنا السطر الأول وتكون معانا 12 عمود. السطر رقم 2 هرتفع 2 سلسلة برضه، بس مش هعتبرها عمود ولا حاجة، مجرد ارتفاع بس. وهعمل فوق كل عمود 2 عمود، فوق كل عمود من ال12 دول هعمل 2 عمود. فهلف الخيط على الإبرة وفي نفس المكان اللي ارتفعت منه هشتغل عمود، وفي نفس المكان كمان عمود، يعني 2 عمود في نفس المكان بالشكل ده كده. طيب العمود رقم 2 هشتغل فوقيه 2 عمود، 1 في نفس المكان كمان عمود، 2. العمود رقم 3 هشتغل فوقيه 2 عمود،
واحد فوق نفس المكان كمان عمود، اتنين وهكذا. فوق كل عمود هشتغل اتنين عمود، يعني في النهاية هيبقى عندي 24 عمود. هنقفل السطر رقم 2 بغرزة منزلقة في أول عمود احنا كنا عاملينه، ادي أول عمود أهو، هسحب الخيط من هنا وكمان من اللفة اللي على الإبرة. يبقى كده خلص معانا السطر رقم 2، وزي ما قلتلك هيبقى عدد العواميد 24 عمود. السطر رقم 3 هشتغله ازاي؟ هرتفع 2 سلسلة، 1 2، وفي نفس المكان اللي ارتفعت منه ده هعمل عمود، وبعدين الغرزة اللي بعد كده التانية هعمل فوقيها 2 عمود، 1 2. يبقى احنا هنشتغل السطر رقم 3 ازاي؟ هنشتغل فوق اول غرزة عمود، فوق الغرزة التانية 2 عمود، عمود 2 عمود، وهكذا. يعني دلوقتي هكرر تاني، فهنا هشتغل عمود واحد بس، الغرزة التانية اعمل 2 عمود، 1 2، وهشتغل السطر التالت كله بالشكل ده، عمود 2 عمود، عمود 2 عمود. تمام تمام كده. وهنقفل السطر رقم 3 بغرزة منزلقة في أول عمود، أسحب الخيط من هنا وكمان من لفة على الإبرة. وفي نهاية السطر رقم 3 لما أعد الغرز بتاعتي هلاقيها 36 غرزة عمود. السطر رقم 4 هرتفع 2 سلسلة، 1 2، في نفس المكان اللي ارتفعت منه هنا في أول عمود، هنا فوق أول عمود هعمل عمود واحد بس، الغرزة اللي بعدها برضو عمود واحد بس، وبعدين في الغرزة الثالثة هعمل 2 عمود، 1 2، ونكرر تاني. يعني السطر رقم 4 بشتغله ازاي؟ بشتغل عمود عمود وبعدين تزايد او 2 عمود. نكرر تاني، فوق الغرزة الاولى هنا هشتغل عمود واحد بس، الغرزة التانية هشتغل عمود واحد بس، الغرزة التالتة هعمل 2 عمود في نفس المكان، 1 2، بالشكل ده يا جماعة. تمام، نكرر لغاية ما نوصل لنهاية السطر. في نهاية السطر رقم 4 هنعد الغرز بتاعتنا، هنلاقيها 48 غرزة عمود. وهنقفل السطر رقم 4 ازاي؟ برضه هقفله بغرزة منزلقة في أول غرزة عمود احنا كنا عاملينها اهيت، اسحب الخيط كده وكمان من اللفة اللي على الابرة بالشكل ده. يبقى احنا كده خلصنا السطر رقم 4، بقت الدايرة معايا بالشكل ده. نعمل كمان سطر اللي هو السطر رقم 5، فبرتفع 2 سلسلة. تمام، وفي نفس المكان اللي ارتفعت منه بنشتغل عمود، ده كده اول عمود اهو، بشتغل فوقيه عمود، ماشي، فوق العمود رقم 2 برضه هشتغل عمود، فوق العمود رقم 3 برضو هشتغل عمود، فوق العمود رقم 4 هعمل 2 عمود. تمام، 2 عمود في نفس المكان، 1 2. يبقى السطر رقم 5 بشتغله ازاي؟ بشتغل عمود 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 وبعدين 2 عمود. نكرر تاني، عمود اتنين تلاتة، 3 أعمدة متتالية، وبعدين هنا هوت الغرزة اللي جاية بعمل 2 عمود، 1 2، بالشكل ده يا جماعة. هنقرب لنهاية السطر. تمام كده خلصنا السطر رقم 5. في نهاية السطر رقم 5 لو عديت عدد العواميد هتلاقيهم 60 عمود. طيب انا هكتفي بالدايره بالقطر دوت، انت حابه تكبريها عن كده مفيش مشكله، هتشتغلي السطر رقم 6 او 7 زي ما تحبي. تمام، وهنزلك لينك الدايره ازاي بنعملها هنا في الدايره البيضاء اللي هتظهر على الشاشه دلوقتي، وكمان في الديسكريبشن بوكس عشان تعرفي ازاي تزودي السطور لو انت حابه تزودي الشنطه او تكبري الشنطه عن كده. فزي ما قلت لك انا هكتفي بالسطر رقم 5، فهنشوف هننهي ازاي الشغل بتاعنا. انا كده قصيت الخيط اهو، تمام، فهسحبه، احنا ده اخر عمود اشتغلناه، فقصيت الخيط وهسحبه بالشكل ده كده. تمام،
وبعدين هلضمه هنا في ابره تكون واسعه شويه زي كده، نحاول بس نلضمه. انا هنا عاملاه بالولاعه بس عشان ما ينسلش مني، فهلضمه في الابره ديت. تمام كده، هنشوف بقى هنظبط الخيط ازاي من هنا عشان يبقى شكله ظريف. دي اول غوزه مش هشتغلها، هنا في الغوزه التانية هدخل الخيط بتاعي كده. تمام، وبعدين ارجع هدخله هنا في اللفه الاماميه بالشكل ده كده. شايفين ازاي كده الغرز كلها بقت شبه بعض وبقت الدايره مقفوله مظبوطه. بعدين الخيط دوت هسحبه كده ورا واحاول اثبته. طبعا شايفين ازاي هنا بقى كده من خلف الشغل بالخيط دوت احاول ادخله هنا بين الغرز كده على قد ما اقدر. طبعا شايفين ازاي تمام كده، هقص بقى الزيادة وبعدين برضو هنا بالولاعة هحاول الطرف اللي هو باين دوت بس بالولاعة كده عشان خاطر اثبته هنا وكمان ما ينسلش مني. هنشوف ازاي الشكل ده كده بكل بساطة بس كده. تمام، وده اللي هعمله كمان في خيط البداية، هنا هدخله بين الغاز واثبت الخيط. تمام، كده الجزء الاول من الشنطة خلص اللي هي الداية. الجزء التاني اللي هو الامام بتاع الشنطة هنبدأ فيه. هنعمل ايه؟ هنعمل برضو داية سحرية بالشكل ده كده. تمام، وبعدين هعمل سلسلة وكمان سلسلة، يعني 2 سلسلة، ارتفعت 2 سلسلة، وهشتغل جوه الدايرة ديت 6 عمود، 6 أعمدة. ماشي، هنبدأ بكده. ده كده أول عمود، 1 2 3 4 5 6 أعمدة. وبعدين هشد الطرف الصغير من الداية عشان أقفل على الشغل بتاعي بالشكل ده كده. احنا كده عندنا 6 عمود. هرتفع 2 سلسلة، 1 2، ولف الشغل بتاعي فوق أول غوزة اهيت. فوق أول غوزة هشتغل 2 عمود، هشتغل 2 عمود، 1 2. فوق الغرزة رقم 2 برضو هشتغل 2 عمود، 1 2. فوق الغرزة رقم 3 2 عمود، 1 2. فوق الغرزة رقم 4 2 عمود، 1 2. فوق الغرزة رقم 5 هنشتغل 2 عمود، 1. وفوق اخر غرزة منساهاش هشتغل 2 عمود اهيت. هنشتغل 2 عمود، 1. يبقى احنا كده في السطر رقم 2 بقى عندنا كام عمود؟ بعد ما خلصنا السطر رقم 2 هيبقى عندي كام عمود؟ هيبقى عندي 12 عمود. هنا كان عندي 6 أعمدة، عملت تزايد يعني 2 عمود فوق كل عمود، بقى عندي 12 عمود. السطر رقم 3 هشتغله ازاي؟ هرتفع 2 سلسلة، 1 2. هلف الشغل بتاعي فوق أول عمود هنا هشتغل عمود واحد بس. فوق الغرزة التانية ديت هشتغل 2 عمود، 1 2. وهكرر فوق الغرزة الأولى دي هشتغل عمود،
اللي بعدها 2 عمود، عمود 2 عمود، عمود 2 عمود، وهكذا. تمام، نكمل السطر رقم 3 سوا. فاضل لي غرزتين، فوق الغرزة دي هشتغل عمود واحد، فوق الغرزة الأخيرة بعمل 2 عمود. خلي بالك ما تنسيهاش اهي، هعمل 2 عمود، واحد اتنين. كده خلص معانا السطر رقم 3. في نهاية السطر رقم 3 لما هتعدي الغرز بتاعتك ديت هتلاقيها 18 غرزة عمود، كانوا 6، وبعدين السطر التاني هيبقوا 12، السطر التالت هيبقوا 18 غرزة عمود. طيب السطر رقم 4 هشتغله ازاي؟ هرتفع 2 سلسلة، واحد اتنين، هلف الشغل بتاعي، فوق اول غرزة هنا هشتغل عمود واحد بس، واحد تمام، فوق الغرزة التانية برضو هشتغل عمود واحد بس، فوق الغرزة التالتة هشتغل 2 عمود، واحد اتنين، ونكرر تاني. فوق الغرزة الأولى هشتغل عمود واحد بس، فوق الغرزة رقم 2 هشتغل عمود واحد بس، فوق الغرزة رقم 3 هشتغل 2 عمود، واحد اتنين، بالشكل ده يا جماعة. تمام، أكمل، نكمل السطر رقم 4 سوا. فاضل لي 3 غرز أهم، فبشتغل عمود، فوق أول غرزة عمود واحد بس، فوق الغرزة التانية عمود واحد بس، فوق الغرزة التالتة هعمل 2 عمود. خلي بالك الغرزة الأخيرة دايما ما تبقاش واضحة، فما تنسيهاش، هنعمل 2 عمود، واحد اتنين، بالشكل ده كده يا جماعة. تمام، في نهاية السطر رقم 4 لما هنعد الغرز بتاعتنا هنلاقيها 24 غرزة عمود. طيب السطر رقم 5 هنرتفع 2 سلسلة، واحد اتنين، خلي بالك معايا هنشتغل السطر رقم 5 ازاي. فوق اول عمود هنشتغل عمود واحد بس، فوق العمود رقم 2 هنشتغل عمود واحد بس، فوق العمود رقم 3 هنشتغل عمود واحد بس، فوق العمود رقم 4 هنشتغل 2 عمود، واحد في نفس المكان كمان عمود، بالشكل ده كده. يعني بنشتغل 3 أعمدة جنب بعض، وفي فوق العمود رقم 4 بنشتغل 2 عمود مع بعض أو تزايد. تمام، يعني أنا دلوقتي هشتغل ايه؟ هنكرر تاني اللي احنا عملناه، هنشتغل عمود عمود عمود، وبعدين تزايد يعني 2 عمود، وهكرر السطر الخامس كله بالشكل ده. تمام كده احنا خلصنا الجزء التاني من الشنطة، وعبارة عن نص دايرة زي ما اشتغلناها كده بالظبط. اكتفينا لغاية او اشتغلنا لغاية السطر رقم 5. في نهاية السطر رقم 5 هتعدي الغرز بتاعتك ديت هتلاقيها 30 غرزة عمود، اللي هو نص عدد الغرز الموجود في الدايرة الكاملة اللي احنا عملناها. عايز اقول لك ان انت لو كبرتي الدايره ديت، يعني مثلا زودتي سطر كمان خليتيها 6 سطور او 7، هتعملي كده في نفس الشغل هنا في يعني مثلا اشتغلتي هنا 6 سطور، هتشتغلي نص الدايره ديت هتزودي السطر رقم 6 بنفس التزايد اللي احنا شغالين بيه. تمام، عملتي هنا لغايه السطر رقم 7، برضه هتعملي هنا لغايه السطر رقم 7، بحيث دايما هيبقى نص الدايره دي عدد الغرز بتاعتها هتبقى بالظبط نص عدد الغرز بتاع الدايره الكامله اللي احنا هنعملها. تمام كده، طيب نكمل شغلنا نشوف هنعمل ايه. عايزين نشتغل هنا في الجزء ده كده غرز حشو. تمام، هنشتغلها ازاي؟ خلي بالك معايا، هنا هاجي هنا العمود الاول ده اهو كده، وهشتغل 2 غرزة حشو. اسحب الخيط بتاعي كده واعمل اول غرزة حشو اهو، واحد، غرزة الحشو التانية، هيبقى عندي لفتين، بلف الخيط واطلعه من اللفتين كده 2 غرزة حشو. هاجي هنا اعمل 2 حشو برضو، واحد اتنين، بالشكل ده كده. هنا هعمل 2 حشو، واحد اتنين، بالشكل ده يا جماعة. تمام، اكمل، هاجي هنا وهعمل 2 حشو، واحد اتنين. تمام، وهنا كمان
هعمل 2 غازات حشو، واحد 2، وهنا في منتصف الدايرة دي اللي احنا عاملينها هنحاول برضو نعمل غازة حشو عشان الشكل يكون متناسب، تبقى ضيقة شوية بس هنحاول اهو كده تمام، واكمل الجانب التاني برضو، وهاخد خيط البداية ده معايا تحت الشغل عشان اثبته تمام. هبدأ هنا كده واعمل 2 غازة حشو، واحد 2 تمام، وهاجي هنا اعمل 2 حشو، واحد 2 واحد 2 واحد 2 بالشكل ده كده تمام. وهنا كده الخيط ده اتثبت كويس جدا معايا تمام. فاضل اخر غازتين حشو هنا، واحد 2 بالشكل ده كده تمام. يبقى احنا عملنا غرز حشو في المكان ده، وهنا الخيط ده اتثبت معايا خيط البداية اهو. هقص الزيادة، حاول بس اشده كده عشان اظبطه، هقص الزيادة هنا، وزي ما اتفقت معاكم بالولاعة كده هحاول اظبط الخيط ده عشان ما يفكش مني. كده الشنطة جاهزة ان احنا نشبكها في بعض. فهجيب الدايرة الاساسية اهيت تمام. انا عندي زي ما قلت لك هنا 60 غرزة عمود، فهنشبك من خلال 30 غرزة عمود اللي هم موجودين هنا في النص دايرة دول. فهجيب وجه الشغل بالشكل ده هنا، وهنا كمان الوجه بتاع الشغل هقلبه كده تمام، شايفين ازاي تمام. واحاول بقى اشبكها بغرز منزلقة، هنشوف ازاي. هاجي هنا كده اسحب اللفة ديت، احنا كده شغالين وجه الشغل هنا ووجه الشغل هنا، احنا شغالين على الايه الخلف اهو تمام. فهسحب اللفة دي كده واعمل سلسلة عشان اثبت بس الشغل كده، وابتدي اشبك بغرز منزلقة من خلال هنا. خلي بالك معايا، حاول بس اوضح لك، هنا عندي لفة امامية اهي ولفة خلفية تمام، وهنا كمان هنا لفة امامية ولفة خلفية. انا هشبك من خلال اللفة ديت واللفة ديت، اللفة الامامية من هنا واللفة الخلفية من هنا تمام. هنشوف ازاي اثناء الشغل. احنا عملنا سلسلة عشان اثبت بس الغرزة الاولى، وبعدين هاجي هنا ادخل كده بالابرة هنا في اللفة الامامية دي واللفة الخلفية هنا المقابلة ليها، واسحب الخيط منهم وكمان من اللفة اللي على الابرة كده تاني، شايفة ازاي هنا هنا، واسحب الخيط كده من هنا وكمان من اللفة اللي على الابرة تاني، مجرد ما حطيت الغرز قصاد بعض الموضوع هيبقى سهل جدا جدا. حاول اوضحها لك تاني اهو، احنا بنشتغل على اللفة ديت هنا تمام، وهنا بنشتغل على اللفة الخلفية دي تمام. فالإبرة كده هنا وهنا، اسحب الخيط كده وكمان من اللفة اللي على الإبرة دي كده غرزة منزلقة هنا وهنا. موضوع بسيط جدا جدا. حابه تشبكي بالابره العاديه يعني تلضمي فيها خيط وتشبكي، مفيش مشكله خالص. عايزه تشبكي بغرز حشو برضه مفيش مشكله، زي ما تحبي. انا بس شايفه غرز منزلقه بتدي شكل جميل جدا، الموضوع سهل جدا زي ما احنا شايفين كده تمام. اكمل تمام كده، وصلت لاخر غرزه اهوت. فهعمل بس سلسله كده عشان اثبت الشغل بتاعي، واقص الخيط على مسافه مناسبه كده، وبعدين هسحبه واشده جامد كده، وبرده الطرف دوت
هظبطه كده بالولاعة وهلضمه في الإبرة عشان نخفيه خلف الشغل. تمام كده، كده انا قلبت كمان الشنطة. شايفين بقى من قدام بقى شكلها عامل ازاي؟ جميلة جدا جدا، بتدي شكل جميل. اللفة ديت لما بتكون باينة اللفة التانية من كل غازة بيبقى شكلها جميل ازاي. تمام. طيب زي ما قلت لك هي بسيطة وسهلة جدا، زي ما احنا شايفين كده نص دايرة ودايرة، وحجمها مناسب يعني، هي صغيرة اه، لكن زي ما قلت لك ممكن تشيل موبايل او محفظة صغيرة زائد الموبايل يعني، فعشان بس لو حبيتي تعرفي حجمها قد ايه. عايزة تكبريها زي ما قلت لك، هتزودي الدايرة سطر او اتنين، وكمان تزودي النص دايرة سطر او اتنين وتشبكيها بنفس الطريقة. فاحنا كده قلبناها وده شكلها بعد ما اتقلبت. تمام. ومن جوه كمان شكلها ظريف جدا ومنسق. كل اللي هنعمله دلوقتي هي هتتني بقى كده، وده هيبقى شكلها النهائي. شايفين ازاي بسيطة وجميلة. هنركب هنا قفل وهنركب هنا الحلقات، هجهزهم. دي حلقات سهلة الفتح يعني، بتتفتح بسهولة كده زي ما احنا شايفين، وبنحاول نركبها في الجنب. لو مش متاحة عندك زي ما قلتلك يعني مش متاحة عندك الحلقات بصفة عامة، هتعملي ايد زي ما شرحناها قبل كده وتيجي هنا كده وتخيطيها في الجزء ده، هتبقى ظريفة جدا جدا. فالحلقات دي هحاول انا ادخلها من هنا كده بشكل بسيط، سوري، بالشكل ده كده، سهلة جدا في التركيب. وهركب كمان الحلقة التانية. تمام كده. نيجي بقى للقفل. في حقيقة كتير سألوني القفل بيتركب ازاي، هو بسيط جدا جدا، بيبقى عبارة عن جزئين بالشكل ده كده. تمام. بنركب الجزء ده الأول، هو بيتفتح كده ببساطة. بسم الله، هنحاول بس نفتحه كده. تمام. هنيجي هنا في منتصف القلاب بالظبط، يعني هنعد الغرز بتاعتنا دي. احنا هنا عندنا 30 لان احنا شبكنا من خلال 30 غرزه، فدول 30. فهنيجي في المنتصف بالظبط، هتعديهم وتيجي في المنتصف كده تدخلي القفل ده كده بكل بساطه. حاول نفتحه شويه كمان. بسم الله، حاول تدخلي ال يعني مظبوط. ممكن نستعين كده بالمقص مثلا، حاول ندخل كده، وبعدين هنقفل عليها بكل بساطه كده. شايفين ازاي؟ وفي المكان اللي هيبقى موجود فيه القفل هنا هنشوف المكان المناسب فين ونركب الجزء التاني. بسم الله، نحاول نظبطه في مكان يكون فاضي كده هنا مثلا. شايفين ازاي؟ وبعدين هنفتح الجزئين بتوعه اللي جوه كده بكل بساطة. شوف كده مظبوط ولا ايه؟ شايفين ازاي؟ جميل جدا وسهل جدا. هنجيب الايد بقى ونركبها. الايد هنا بتتركب بكل سهولة كده. تمام. وده شكل الشنطة بعد ما خلصت. اتمنى من ربنا ان شاء الله انها تكون عجبتكم. زي ما قلت لك هي حجمها صغير مش كبير، وكمية الخيط اللي خدته من 200 ل 250 جرام تقريبا. اتمنى يا رب انها تكون عجبتكم. شكرا، ونتقابل ان شاء الله دايما على خير في فيديوهات جاية كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.